التحية تستمر مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تتواصل في هذه الفترة الصباحية بتحديات الكبار وانطلاقة الثنايا التي تحمل أيضا شعارات أصحاب السمو الشيوخ والمعالي، وبرفقة خبراء هذه الرياضة الذي يقدم هذه الهجن بالمستوى الرائع والانطلاق المثير خلال هذه التحديات التي تظهر في أرضية هذا الميدان من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الإبداع المتتالي شوطا تلو الآخر في ختامي المرموم 2018. هذا الختامي الكبير التراثي الذي ينطلق في تحفة ميادين السباق، ميدان المرموم، الميدان الذكي الذي أيضا يأتي بختام الختاميات في موسم 2018، حيث أعلنت انطلاقة الشوط الثامن الخاصة بالقعدان الثنايا المهجنات التي تأتي بالانطلاق وتأتي بالثمانية كيلو مترات متنافسة متحدية بتنافس شريف من أجل تحقيق المركز الأول في هذا الانطلاق. نأتي بالبداية والصدارة هو رعود على مقدمة هذا الشوط، وعلى المركز الأول ينطلق بمقدمة هذا الشوط أو هذا هو الأطام يتواجد في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يقود في عملية التضمير، شاهين يتواجد في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة وتضمير غياث الهلالي، بينما المركز الثالث بدأ الدخول من الجانب الآخر من خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع. هذا هو أملاك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن سالم الإنيبي يقوده في عملية التضمير، المركز الرابع يصل مشاهدين الأعزاء خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع مياس لسمو الشيخ. مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومسري بن سالم بالعرطي كذلك بدأ التدخل، بدأ الانطلاق، بدأ وصول ووجود أيضا الشامخ لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. يمعى بن عتيق الرميثي في تضميره مع المركز أيضا الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الاندفاع. المركز السادس المركز السادس هذا هو يصل شاهين من هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون في عملية تضميره. سابعا بدأ التدخل كذلك بوجود النشمي من هجن الرياسة بقيادة وتضمير أبو النشمي راشد بن محمد بن سم المنصوري، والمركز الثامن حيث يصل في هذه اللحظات يتقدم في هذا الانطلاق شاهين من هجن العاصفة التضمير مع غياث الهلالي في عملية تضميره خلال هذا الانطلاق، بينما المركز التاسع هجن العاصفة والمركز العاشر هجن العاصفة مقدمه الشواهين في هذا الانطلاق مع غياث الهلالي، من يأتي أيضا بتوالي هذه الإنجازات وتقديم هذه الأسماء التي تنطلق متتالية لتحقيق المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. هذه هي المراكز الأولى، هذه هي الأسماء المتقدمة العشر المراكز الأولى في ثامن أشواط صباح هذا اليوم في شوط القعدان أيضا الثنايا التي تنطلق أمام حضراتكم. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة. الواعي يسيطر على مقدمة هذا الشوط، هذا هو الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بالعرطي يقود في عملية التضمير، يعلن ويتواجد مع الواعي المنطلق بالمركز الأول المسيطر على مقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا الإبداع. المركز الثاني يتواجد شاهين على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي. هذا هو شاهين من هجن العاصفة التضمير لدى قياث الهلالي مقدما هذه النوعيات المنطلقة والتي تأتي بالفوز والانتصار. شاهين الآخر يأتي ثالثا من هجن العاصفة التضمير مع قياث الهلالي مقدما هذا الاسم. كذلك وصل شاهين من هجن الرئاسة بقيادة المجازف
ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري لقب بالمجازف حيث ينطلق مع شاهين المتواجد في المركز الرابع، بينما النشمي النشمي يتقدم في المركز الخامس من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري يتواجد في المركز الخامس. المركز السادس هذا هو ايضا املاك ياتي في هذا الانطلاق، ياتي في هذا الابداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي يقود في عملية التضمير، ينطلق بهذا الموقع والمركز مع المركز السادس. المركز السابع يتواجد الشامخ بهذا الشعار لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف في التضمير. يمعى بن عتيق الرميثي يتولى عملية تضميره خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع القوي، بينما المركز الثامن هذا هو الاطام المملوك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية تضميره. ثامنا وتاسعا هجن العاصفة قادمة بوجود شاهين، بانطلاقة شاهين، بتحديات شاهين. هذا شاهين من هجن العاصفة، التضمير مع غياث الهلالي. ننتقل إلى المركز العاشر، متعب يتواجد في المركز العاشر لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي. بو ناصر يقدم متعب في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير. هذه هي الأسماء الأولى، هذه هي الأسماء المنطلقة بنداءنا الثاني للمراكز الأولى في هذا الانطلاق في هذا التحدي الكبير. الله يا سلام، الواعي الواعي هو المسيطر، هو المنطلق، هو المتقدم على بقية القعدان المشاركة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي. ياتي في التضمير، ياتي بخبرة الماضي مقدمها في الحاضر بانطلاقة هذا الاسم، بانطلاقة الواعي، اسم تاريخي، اسم كبير، اسم انطلق أيضا نحو الفوز والانتصار. هو الواعي الواعي، ولكن تدخل املاك بدأ يقير ويمتلك مقدمة هذا الشوط. املاك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي يتولى عملية تضمير ابو خليفة في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي، بينما تحرك النشمي، تحركت العاصفة، تحركت الرياسة في منافسة قوية للقاية للانطلاق نحو الامتار الاخيرة. النشمي يتواجد في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري. وصل شاهين من هجن العاصفة. رابعا التضمير مع غياث الهلالي يقود في عملية التضمير، كذلك الشامخ ياتي ايضا بشعار حفيد قلب الأمة وبطل من ابطال الامارات سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. التضمير مع يمعى بن عتيق الرميدي ياتي ايضا بالمتابعة لدى انطلاقة ووجود الشامخ. خذ المركز أيضا السادس بينما المركز السابع أو خذ المركز الخامس في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع ليكون سادسا وسابعا شاهين وشاهين من هجن العاصفة. التضمير مع غياث الهلالي يقود هذه الأسماء، يقود هذه الأسماء في هذا الانطلاق. المركز الثامن هنا يصل أيضا ويتواجد رطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. تاسعا شاهين من هجن الرياسة، التضمير مع محمد بن عتيق بن زيتون. عاشرا زيدان في شوط القعدان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم السهيل بن هيان بن سالم العامري. ياتي في التضمير مع وجود زيدان. كيلو وين خلاص يا بن هيان، كيلو وين عن خط الناموس، كيلو وين عن نهاية هذا الشوط بتبادل هذه القعدان للمراكز المتقدمة. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي من خلال
خلال هذا التنافس. أملاك 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 أملاك، ما زال مع الصدارة، ما زال مع المقدمة. الله، تجمعت القعدان، تجمعت القعدان في هذا الانطلاق، سبعة من القعدان في موقع واحد، في تنافس واحد، كما يظهر أمامكم على الكادر العلوي من قناة دبي ريسنج، من قناة ياس، من القنوات الأخرى الكبيرة الناقلة لهذا الحدث. أملاك، ولكن الواعي تحرك في المركز الثاني، تحرك الواعي، هجن العاصفة قادمة مع وصول ووجود شاهين في المركز الثالث، بينما النشمي لهجن الرياسة قادم، وشاهين وشاهين الآخر، ثلاثية العاصفة مع السبع المراكز المتقدمة، ولكن الشامخ، الشامخ قادم لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. 1200 يا المحترف، 1200 ما تبقى على النهاية، خلاص خلاص خلاص، ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل. هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف تأتي مع مقدمة هذا الشوط بوجود شاهين وشاهين على المركز الأول. غياث الهلالي يطير بمفاجآت القوية التي يقدمها دائما في الانطلاق والإبداع في الأمتار الأخيرة. الله، شاهين انفرد، شاهين انطلق لهجن العاصفة. غياث الهلالي يحضر في يوم الحضور، يأتي في يوم الكبار، يأتي مقدما النوعيات الكبيرة والعملاقة لينطلق مع الإبداع. هذا هو إبداع عاصفي، هذا هو انطلاق عاصفي، يأتي بمقدمة هذا الشوط. الله، شاهين على الصدارة، المركز الثاني، بدأ التحرك من أملاك على المركز الثاني. أملاك، أملاك قادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم الينيبي، ولكن بدأت المساندة في الأمتار الأخيرة، مساندة عاصفية من العاصفة، من هجن العاصفة، تأتي بالانطلاق، تأتي بالإبداع. خطط الشوط غياض، خطط الشوط وتكتك، تكتيك صح للقاية، يأتي بالناموس، يأتي بالانطلاق الثنائي، عاصفية ثنائية، عاصفية ثنائية مع غياث الهلالي، مع غياث الهلالي، يأتي في هذا الانطلاق بوجود شاهين وشاهين على المركزين الأول والثاني. سلام العاصفة، سلام هجن ولي عهد دبي على هذا الفوز والانتصار، حيث ينطلق بوجود شاهين وشاهين بالمركز الأول والثاني. والنقطة السادسة في صباح هذا اليوم، النقطة السادسة، أملاك ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، رابعا كان إرسال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خامسا شاهين من هجن العاصفة. ما شاء الله، إبداع عاصفي، إبداع عاصفي يظهر بسادس نقاط صباح هذا اليوم مع هجن العاصفة. سلام العاصفة وهجنها، هجن الشتاء والصيف، التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر غياث الهلالي على فوز شاهين بالمركز الأول، بينما المركز الثاني حضر شاهين كذلك من هجن العاصفة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع بتوقيت زمني 12 دقيقة 42 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة، تهانينا لقيادة الهلالي على اختطاف المركز الأول والثاني في هذا الشوط. أملاك حل ثالثا 12 دقيقة 45 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لسعيد بن سالم الينيبي.